بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في HTML في مصطلحات تستخدم في وصف التاجات، طبعا هي مجرد مسميات، هذه حتنفعك لما تتطرق لموضوع الجافا سكريبت. الآن لاحظ معي المثال التالي. لو أنا كتبت تاج 1 وكتبت هنا تاج 2 وكتبت مثلا تاج 3 ومثلا اضفت تاج امبتي تاج هنا تاج 4، طيب الان اللي انا بك تلاحظه، الان لما انت تكتب كود HTML طبعا هم يوصفوه بطريقه شجره العائله. انت لما تكتب كود HTML انت في الواقع تسوي شجره. لاحظ الشجره هذه اللي قدامك الان، انت في الواقع تسوي شجره. الشجره شكلها زي كذا. طيب كيف تصير الشجره هذه؟ وش معناها؟ الآن أنت لما سويت هذه الحركة تاج 1 إيش بداخله؟ بداخله ثلاث عناصر، تاج 2 وتاج 3 وتاج 4. المصطلح اللي نبغى نعرفه الآن اللي هو يسمونه parent tag. إيش parent tag؟ parent يعني أب. الآن اللي أبغاك تلاحظه هي مسميات. تاج 1 يعتبر parent tag لمين؟ للثلاثة ذول، يعني أبوهم، يعني هذولي كأنهم أولاد، فهذا يعتبر parent tag. الآن لاحظ لو أنا كتبت كذا tag مثلا 7، الآن tag 1 يعتبر parent لمين؟ لtag 2 وtag 3 وtag 4. tag 2 يعتبر parent لمين؟ أبو لمين؟ لtag 7 اللي هو tag 7. وبهذه الطريقة هذا معنى parent، يعني المحتويات هذه، هذا الاثنين تاج 2 ونهايه التاج 2 جميع ما بينه يعتبر ابناء اللي هو للاب. هذا معنى بيرنت، يعني تاج 1 بيرنت لجميع ما بداخله، ما عدا هنا تاج 7 لا، يعتبر مين؟ البيرنت حقه تاج 2. وهذا مفهوم البيرنت تاج. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.